هبدأ معاكم النهاردة وعايز أتكلم مع ستات كتير طبعا من اللي بيسمعونا، لأن في منهم كتير بيعاني أنه ممكن ساعات كده الراجل اللي بيكون في حياتهم، يعني الزوج مثلا، بيكون بيغير من نجاحها، بيكون بيتضايق أنها بتعلى في شغلها. طب تفتكروا في أسباب بتخلي الراجل يغير من نجاح مراته؟ بصوا أنا هقول لكم على شوية حاجات ممكن تكون سبب إن الراجل يغير من نجاح مراته ويبقى يعني بتضايق كده إن هي بتعلى وبتنجح وهو لسه موجود في مكانه. أول حاجة الخوف من سيطرة الزوجة. الراجل بيقلق جدا وبيشوف إن السلطة والسيطرة على البيت لازم تكون في إيده هو. وطبعا لما مراته بتنجح في حياتها بيحس إن ده تهديد لدوره ولسلطته، فبيخاف من نجاحها وبيحس انها ممكن تقدر تستغنى عنه او تقدر تستغنى عن دوره في حياتها في اي وقت، خلاص هتستقل، فبيبقى قلقان جدا من الخطوة دي. كمان في رجالة بتبقى خايفة على رجولتها، يعني في مثلا معظم الرجالة بيشوفوا نجاح الست معناه انها بقت اقوى منه، ودي بتبقى عقدة بقى جوز الست، عارفين اللي هي حتة ده جوز الست مراته معروفة أكتر منه، مراته ناجحة أكتر منه، المجتمع اللي حواليه عارف مراته أكتر أو شايف نجاح مراته أكتر، فبتبدأ عقدة جوز الست تطلع بقى. لدرجة على فكرة إنه في بعض الرجال بيلجأوا للطلاق في الوقت ده عادي جدا، هو مش قادر يستحمل فكرة أنا جوز الست. وأصلا هي فكرة خاطئة، يعني إيه جوز الست؟ ما هي في مرات الراجل عادي، ايه المشكله؟ ما هو مين هيبقى جوزها الا راجل؟ فهي الفكره كلها بتتقال بمعايره، اللي هو انت يعني انت ما عملتش حاجه، انت كل مجهودك وكل النجاح اللي حققته يعني في حياتك اكبر حاجه وصلت لها ان انت بقيت جوز الست دي، فبقى جوز الست. فطبعا في الوقت ده الراجل بيقلق جدا وبيغير جدا وبيتخانق اكتر، ومنهم اللي بيلجأ زي ما قلت كده للطلاق. فانتي لازم على قد ما تقدري في الوقت ده بقى تحاولي تتصرفي او تحاولي تتعاملي مع الوضع بحساسيه شديده، لانه دايما الراجل بيبقى عايز يحس ان هو الطرف الاقوى والانجح في العلاقه على فكره، ودي طبيعه الراجل، دي الفطره اللي ربنا خلقها عليه، هو عايز يحس بكده. انه يحس بقى ان مراته هي اللي بتنجح وهي اللي بقت اقوى وهي اللي بقت ماسكه كل حاجه وكمان بيتقال له جوز الست، فالموضوع بيبقى صعب قوي عليه. سبب من اسباب غيره الراجل من مراته ومن نجاحها وهو بيبقى ضعف شخصيه الراجل نفسه. الراجل بيبقى مش واثق في نفسه وحاسس ان هو قليل جنب مراته وجنب نجاحها. اصحاب الشخصيات الضعيفه هما اللي بيبقى عندهم الاهتزاز ده، هما اللي بيبقى عندهم دايما قلق، ايه ده دي نجحت، ايه ده دي هتنور اكتر، ايه ده دي الناس هتعرفها، ايه ده مش عارف ايه، فبتبقى فيها مشكله كبيره. بيحاول بقى يجاهد نفسه طول الوقت ان هو يداري ده، بس ما بيعرفش مع اي خطوه نجاح او انجاز الزوجه بتاخدها بتبدا المشاكل، وطبعا ده بيبتدي مع كلام المحاطين بيهم ان هي نجحت، المشاكل اللي هتبدأ من هنا، شايف الناس اللي حواليها شايفة نجاحها، فيبدأ يطلع بقى المشاكل دي عليها، يتخانق معاها، يبدأ يخنقها، ما تنزليش، ما تعمليش، ما تروحيش، ما تسويش، ما تكلميش فلان الفلانية، ما تقابليش فلان الفلاني، حاجات زي كده. فلان الفلاني ده ليه علاقة بالشغل، بس يحط لها عراقيل كده علشان ايه؟ يبدأ يقلل من نجاحها، يبدأ يقلل من تحركاتها عشان ما تقدرش توصل لنجاح كبير في فترة قصيرة، هو لسه مش عارف يتحرك، هو لسه مش عارف يعمل حاجة. وطبعا ده نابع من ضعف شخصيته، نابع من قلة ثقته بنفسه، ما هو لو واثق في نفسه وشخصيته قوية هو عارف هو يقدر يعمل ايه، حتى لو نجاحه متأخر هو عارف ان هو ماشي في خطوات، هو عارف ان هو راسم لنفسه خطة هيمشي عليها، هيروح للمنطقة دي بس مش دلوقتي، هو واثق من نفسه، فيحب بقى وقتها نجاحك ويحب شغلك ويحب ان انت تنوري، انما ده الشخص القوي اللي عارف وواثق من نفسه، انما العكس تماما بقى، العكس هو اللي دايما يكسر فيكي، هو اللي يحاول يحطلك عراقيل وحاجات ومطبات في حياتك عشان ما تكمليش، ما تجريش، ما تطلعيش لقدام. طب ازاي
اتعامل ازاي، اعرف ايه الحاجات اللي اقدر اتعامل معاها. يعني بصوا الست بتبقى قاعده كده محتاره، هو فعلا غيران مني؟ يعني انا مش مصدقه. طب انا عملت ايه عشان يغير مني؟ طب اتعامل ازاي؟ كل الحاجات دي بتبقى عامله زي الصدمه اللي نازله على دماغ الزوجه، مش عارفه تتصرف ازاي. وفي نفس الوقت بتبقى عايزه تعرف او عايزه تتاكد من شعوره ده، هو فعلا غيران؟ انا هقول لك تعرفي ازاي هو فعلا غيران ولا لا، من حاجات برضو هو بيعملها. يعني هتلاقيه بيفكرك بواجباتك المنزليه كل شويه، ويحسسك كل شويه ان انت مقصره، ما بتعمليش اللي المفروض تعمليه اتجاهه واتجاه الولاد. فما ينفعش ان انت تهتمي بقى بدراستك مثلا او بشغلك اكتر وتسيبي كده العيال شكلها عامل كده ليه، البيت شكله عامل كده ليه، هو ليه النهارده ما فيش اكل، هو ليه مش عارف ايه. دايما هتلاقيه بيبص على كل حاجه ناقصه حتى لو كانت صغيره قد كده، ويكبرها تبقى قد كده عشان يحسسك بتأنيب الضمير، عشان يحسسك انك قصرتي وانك مش عارفه تعملي كل حاجه في نفس الوقت، فتفضلي حاجه عن حاجه. فايه الاولى؟ طبعا البيت اكيد، احنا ما بنقولش غير كده. ولكن لازم تتاكدي قبل ما تحطي حاجه قدام حاجه، انت فعلا مقصره هنا ولا لا، ولا هو بيحيلك بده. لان خدي بالك مفيش حد بيعمل حاجه كامله مهما حصل، احنا بني ادمين وبنتعب وبنغلط وبننسى وكل حاجه، فما فيش حد بيعمل حاجه كامله مهما حصل. فتتاكدي الاول بنفسك كده، انت فعلا مقصره ولا لا، قبل ما توهمي نفسك ان انت مقصره او تصدقي الكلام اللي هو بيقوله. كمان من العلامات اللي تبين لك انه غيران منك وانه مش قادر يستحمل ان انت بتنجحي، انه يتريق على نجاحك، يفضل يقلل منك ومن نجاحك، لدرجة انه مثلا لو بيتعرض عليكي فرصة حلوة يخليكي ما تسعيش ليها. يفضل يقولك انا هتعملي ايه يعني، هتوصلي لايه مثلا، يعني ايه اللي هيحصل يعني. فيحبطك كده، يحسسك ان انت مش هتقدري، مش هتنجزي، مش هتعملي حاجة. فتقرري انك تسيبيها او ما تعمليهاش او ما تجربيش الفرصة دي او ما تستغليش الفرصة دي. ويكرهك في الحاجة اللي انت بتعمليها كمان. يعني فكرة التقليل والتريقة، لما حد يبقى بيحب حاجة وبيعملها ومؤمن بيها وكل شوية حد يتريق عليه ويقلل منها، وخاصة لو الحد ده هو شريك الحياة، يعني انت قاعدة معاه 24 ساعة، ولو مش قاعدة معاه فانت بيكلمك في التليفون في الفترات اللي انتوا مش قاعدين مع بعض فيها، فهتروحي منه فين؟ فشوية شوية هتكرهي نفسك وهتكرهي الحاجة اللي انت بتحبيها دي، ومش هتبقي عايزة تعملي حاجة أصلا في الدنيا. برضو لو انت اتكلمتي مثلا في اي حاجة بعيد عن البيت، بعيد عن البيت بقى والعيال والحياة الخاصة وكده، هتلاقيه بيهاجمك جدا. يعني لو اتكلمتي في موضوع عام، قلتي رأيك في موضوع سياسي، موضوع اقتصادي، بتتكلمي في الكورة، بتتكلمي في اي حاجة، يعني بتتكلمي في اي حاجة غير البيت والعيال والطبيخ وشرابك انا لقيت الفردتين النهاردة والحاجات اللي زي كده، هتلاقيه بيعمل ايه؟ بيقلل من كلامك جدا، وشايف انه كلامك ده ملوش لازمه وانت ما بتفهميش حاجه، وهينكد عليكي علشان خاطر انت ليه بتتدخلي في اللي انت مش فاهماه، وهيقفلك، هيقفلك تماما. دي علامات غيره، هو مش عايزك تكلميش، يعني خلاص بقى، هو انت بره وجوه يعني ولا ايه؟ بتفهمي في كل حاجه وفي كل حته؟ اكيد لا، خليكي في اللي انت بتفهمي فيه. ممكن يقولك كده. السؤال المهم بقى، احنا عرفنا العلامات، ازاي بقى اتعامل؟ زي ما كنا بنقول من شوية، الست بتبقى عايز تعرف، اعرف منين واتعامل ازاي. اعرف منين؟ قلتلك اتعامل ازاي مع غيرة الزوج عشان الموضوع ما يتطورش ويوصل لقدر الانفصال. برضه هقولك، بصي انت اول حاجة لازم تعمليها ان انت لازم تعترفي بالمشكلة، لازم تتأكدي ان المشكلة دي موجودة وتعترفي بوجودها بينك وبين نفسك. تبقي عارفة انه جوزك متضايق من نجاحك او غيران من نجاحك، او نجاحك مقرقه، مش مخليه مرتاح. وده عن طريق زي ما قلنا، هتراقبي تصرفات جوزك مع كل انجاز ومع كل خطوة نجاح انت بتاخديها، شوفي رد فعله بيبقى عامل ازاي وقتها، وقت لما بيعرف الانجاز وبعدها بكام يوم. لان هو ممكن وقتها برضو يبقى
يداري مثلا ان هو متضايق او كده، بس بعدها بكام يوم مش هيعرف، اصل هتروحوا من بعض فين؟ كده كده انتوا عايشين مع بعض في وش بعض، فشويه وهيبان. فخدي بالك كويس قوي، والمطلوب منك ان انت تطمنيه انك انت دايما محتاجه لدعمه ومحتاجه لمساعدته ليكي، وان لولا وجوده في حياتك ووقفته جنبك والامان والاستقرار اللي هو موفره لك ما كنتيش انت قدرتي توصلي للحاجه اللي بتحبيها وبتحلمي بيها وتحققيها. يعني لازم تنسبي له جزء من الفضل على فكره، ومش هيبقى اي كلام وخلاص، ما هو اكيد لازم يكون ليه فعلا جزء من الفضل. ما هو البني ادم بينجح بمسانده الناس اللي بيحبوه اللي بيحبوهم، فلازم تكوني عارفه وتعرفي ازاي تحسسيه ان هو كمان ليه دور في انجازك ده وفي نجاحك ده. وما تجيبهالوش كمان برضو حاجه من الحاجات اللي لازم تاخدي بالك منها، عرفتي انه بيغير منك ما تجيبهالوش وش بقى كده، يعني ما تقولهالوش بصراحه قوي كده انت بتغير مني ومن نجاحي، ده انت كده بصي جبتي علبه كبريت ونمتيها على برميل بنزين، انت كده ولعتي في البيت كله. واحده واحده، واصلا ما تقوليهاش، لازم تحسسيه باهميته، ولازم تحسسيه ان دوره مهم، ولازم تحسسيه ان مساندته ليكي مهمه، وتحترميه جدا جدا قدام الناس وبينكم وبين بعض، تديله احترامه وتديله قدره، علشان حتى لو هو غار وده احساس طبيعي ممكن يحصل، انت تطفي الحته دي، تقللي الحته دي. جوه البيت انت الزوجه والام، بره البيت انت في شغلك مفيش مشكله، انما جوه البيت اللي بره البيت بقى ونجاحك اللي بره البيت ده مش ضروري ابدا انه يتنقل بالتفصيل الممل جوه البيت، ادام بيضايق، عشان تعيشي حياه هاديه ومستقره.